توزيعات الكرات الثابتة، حمدي هلال من جديد يوزع الكرة، ممتاز المرة هذيا في 18 والهدف الأول، ويلياي جول، الهدف الأول للشبيب القيرواني، بهاء الدين عثمان، بهاء الدين عثمان رب ذرة نافعة، إصابة الذويبي، نزول بن عثمان وعثمان يسجل الهدف الأول. 40 دقيقة للشبيبة القيروانية، 1-0 للشبيبة القيروانية. مادر من رياض النادي الرياضي لحمام الأنف، يعني بعد ما الشبيبة قبلت اللعب حمام الأنف كرة على القائم وضيعت برشا فرص، لكن الشبيبة والتوزيعة حمدي هلال يوزع بهادي عثمان والهدف، الهدف الأول للشبيبة القيروانية، ممتاز وممتاز للغاية بهادي عثمان. نلعب الآن في 10 دقائق في هذا الشوط الثاني، الركنية تتنفذ خطيرة وهدف التعاد، هدف التعادل للنادي الرياضي لحمام الأنف، هدف التعادل، ركنية من فراس السكوحي على رأس اللاعب أسامة البجاوي، يقلب كرة بالرأس البجاوي تمشي لبلال التويتي، يتمكن من تسجيل الهدف الأول، المهاجم الهداف لحمام الأنف يعدل النتيجة في 10 دقائق لعب للنادي الرياضي لحمام الأنف، هدف مقابل هدف، بلال التويتي في الدقيقة 10 أمامكم لإعادة التوزيع، اليحيوي يقلب الكرة بالرأس تمشي للتويتي، يضرب كرة يعني عملية مخدومة تقريبا.